حاول اقصر اولا الف سلام عليك. الله يسلمك. تتمنى يبقى في السنه الجديده؟ اتمنى ان النظام مبارك يسقط. النظام لما يسقط عيش وكرامه وحريه وعداله اجتماعيه لكل الشعب المصري بجميع طوائفه بجميع طوائفه. ربنا يديك الصحة. وسنة سعيدة على كل المصريين. أتمنى من أن ثورتنا تنجح ويحصل فيها عدالة اجتماعية وحرية. وإحنا لن نسكت لن نسكت حتى تكتمل الثورة. ولا إله إلا الله. بس وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يديك